وين المناعة؟ هني ورا ورا بالإذن هني وين المناعة؟ نسمع المناعة لما يقولك واحد ضبط مناعتي تقول له شلون ضبط مناعتي؟ وين المناعة؟ يقولك مناعة هذه مناعتك، هذه مناعتك. زين شنو فيها الغدد اللمفاوية؟ شنو فيها الأمعاء؟ الغدد اللمفاوية تنظف لك البروتينات اللزجة، البروتينات اللي خلاص ما منها فايدة، الشوائب، فتنظيف 24 ساعة فلتر فلتر فلتر. هذا تحتاج المناعة ولا لا؟ تحتاجه. وأيضا الأمعاء شنو فيها؟ فيها البكتيريا النافعة، إيه اللي تضبط، يعني كنا مجموعة شركة قاعدين ويضبطوا لك الشركة. عمال عمال عمال، إذا صار خلل بالبكتيريا، إحنا يوم صغار كانت البكتيريا مالتنا 100% مناعتنا زينة، شنو كنا نسوي يوم صغار؟ يعني ما أدري، أنا أتحكي عن بيتي، يعني يوم صغير أطلع بالشارع، حافي، ألعب بالتراب، ألعب بالوساخة، ما أدري شنو أسوي، ما أسك لي شيء، ما أسك لي قطوة ميتة، المهم، فكل أنواع البكتيريا دشت جسمي. فجسمي تعرف على كل انواع البكتيريا، فلما تي بكتيريا يعني من برا الجسم عارفها، مر علينا هذا موسخ من يوم صغير، خذ كل انواع البكتيريا. فعندكم اليهال لما يلعبون بالتراب او شيء خلوهم، لا تقول هذا وسخ، خله خله خل جسمي يقعد يتعود على البكتيريا الجديده، خل المناعه عنده تدش دوره، خلوه خلوه خلوه، لا تعزله مره واحده، لا تعزله لا تعزله، هذا تلقى 24 ساعه مريض، خله يلعب يوسخ كيفه كيفه كيفه، بعدين يسبح ويحط راسه ينام، عرفتوا؟ الحين انتوا عندكم بالبيت بكتيريا معينه، وبيتنا بكتيريا معينه، عند عبد الله بكتيريا معينه، عند سماحه بكتيريا معينه، حلو. انا ببيتنا اذا طاحت قفشه تحت بالارض عادي اكل منها، ما يصير لي اي ضرر. وشوفوا اليهال لما يطيح بطاط وما ادري شنو بالارض، يقعدون يلحسون الارض، يقعدون ياكلون، ما يصير فيهم شيء. ولكن اذا يا احد غريب كل شيء من بيتنا طايح، لا هني يدش بمشكله. ليش؟ لان بكتيريتنا غير عن بكتيريتهم. انزين شنو نتصرف وشنو نستفيد من هذه الحركه؟ يعني اليهال يوم يروحون مزرعه، خذيتوا اليهال وديتوهم مزرعه، على طول بكتيريا نافعه تعطونهم لمده 5 ايام، تقولون حق البكتيريا ترى بيولكم بكتيريا جديده تعاملوا معاها، فنعطي حق اليهال 5 ايام بكتيريا. انا بسافر، لما اسافر انا ديره جديده، ليش يقول لك كل ثوم كل ما ادري شنو كل فيتامين سي؟ ليش؟ لان في بكتيريا جديده راح تواجه الجسم. فشنو نستعد لها؟ ناخذ اول يعني انا لما اسافر على طول اخذ فيتامين سي 5 ايام، فيتامين د، المهم اسوي لي خلطه، وضروري جدا ادخل بكتيريا نافعه 5 ايام، حتى البكتيريا مالتي تتعود على البكتيريا اللي داشه جديده وتعرف تتعامل معاها. عرفت شلون؟ ضروري جدا بكتيريا نافعه، اي كان جديد تروحون له كثير ينافع. وناخذ ملاحظة قوية يمكن أول مرة تسمعونها، البنت اللي عندها تساقط بالشعر، هي أول شيء ليش عندها تساقط بالشعر؟ عندها نقص حديد. ليش عندها نقص حديد مع أنها قاعد تاكل أغذية تحتوي على الحديد؟ ما عندها الآلية اللي تمتص الحديد، يعني الحديد هو موجود، الحديد قاعد شي. تبي تاخذوني ولا لا؟ يلا احنا ماخذينك، يلا انزل انزل تروح بيتكم، يطلع بالحمام. حتى راح تلاحظين او تلاحظ خروجك لونه اسود، ليش؟ لان هذا الحديد. ليش؟ لانه ما تكسر. ليش ما تكسر؟ لان حمض معدتك مو قوي. ليش حمض معدتك مو قوي؟ عشان الخرابيط وش اسمه بيتزا بقلاوه قرقر قرقر قر، فما راح يصير قوي. انزين الرد على اول موضوع، البنات اللي عندهم تساقط شعر لا ياخذون بكتيريا. ليش؟ لان البكتيريا تستهلك الحديد، يعني حتى لو في حديد شويه البكتيريا على طول تاخذه لانها تحتاجه عشان تنمو. زين شو نسوي معاهم؟ يعني ما ناخذ بكتيريا نمرض؟ لا ناخذ، بس ولكن بطريقه ثانيه. يلا معك، انت عندك تساقط وقاعده تشربين ماي القلوي بجهاز او ماي القلوي البي اتش ماله فوق 7 8 مثلا، المعتدل طبعا، مال هذا مال الحكومه 7.5 او شيء كذي، هذا ممتاز 100%. ولكن عندك ساقط لا تشربين ماي قلوي، الماي القلوي يقعد يخرب الحمض، وسويت حلقه كامله وفصلت فيه، لا تستخدمينه، الله يخليك واخري عنه، ضبطي مشكلتك. ولكن اذا انت خلاص مو قادره تبي ماي قلوي، يعني من صغرك يعطونك بميه ماي قلوي، كيفك. شوفوا شوفوا الحلقه اللي انا مسولف عنها. ولكن عندك تساقط تشربين ماي قلوي، متى حمض المعده بيصير قوي؟ متى؟ عشان يكسر الحديد فوخري. فشنو تسوين؟ خلط تفاح على كوب ماي مع كل وجبه، وافضل تشربونه بعود عشان لا يطيح بوزتين. بما ان فيروسات وبكتيريا قاعد تينا بين فتره وفتره، خلينا نتجهز لها لمده 10 ايام. شنو نتجهز فيه؟ حفظوها، ها؟ انا كل ما امرض اسويها.
حسيتها كأنك مرضت. ها يعني بين شيء طلعت ونخشت. شو كحكح الرجال قاعد تكح البنت؟ اي جسمي متكسر احس راسي في ماي. بدايه مرض. شنو نسوي الخطه؟ ناخذ 5 ايام فيتامين سي، قصدي 10 ايام فيتامين سي 2 جرام صبح وليل كومبلكس، وناخذ الزنك يا جماعه، وناخذ اليود يا جماعه، او ناكل سمك يوم وترك، وناخذ فيتامين دال يا جماعه، وناخذ بكتيريا نافعه. كذي انت جهز جسمك، قلت حق الفيروسات البكتيريا تعالوا. شنو تخافوني؟ تعالوا تعالوا ورب لك الحمد. كل ما امرض اسوي كذي والمرض ما احس فيه اصلا ايام ويختفي. اوكي هذه الخطه. اكثر الناس بصراحه تكسر خاطري اللي عندها جيوب، دائما تعالج الجيوب نفسها، استخدم البخاخ الفلاني، استخدم الوصفه الفلانيه للجيوب هني هني، ولكن المشكله مو هني، والله العظيم مو هني. واذا انت عندك جيوب او عندك جيوب، كم مره استخدمتي ماي ملح، كم مره استخدمتي استنشقتي، حسيت تعسن ولكن ماكو فايده، لدرجه خلاص انت تاقلمتي او انت تاقلمت قلتي خلاص انا فيني جيوب. ولكن المشكله الاساسيه من الامعاء يا جماعه، مو من هني، عالج هني يضبط هني. يمكن الحين شخص او بنت تقول شكو شكو، هذا خشم، هذه امعاء. انا اقول لك عندكم بالامعاء بكتيريا ضاره، البكتيريا الضاره شو تسوي؟ تسبب انتفاخات. والدليل على ذلك مستحيل، من سابع المستحيلات، واحد عنده جيوب ما عنده مشكله بالبطن، مستحيل من سابع المستحيل. انا اتحدى ابي واحد بس يقول والله بطني ما في شيء بس انا عندي جيوب. المشكله من هني، خلنا نفصل اقول لكم شلون من هني. البكتيريا النافعه اللي بالامعاء صارت شويه يعني شبه راحت من اللي تفوق البكتيريا الضاره. البكتيريا النافعه شنو عملها؟ هي اللي تضبط جسمك، توزع فيتاميناتك، معادنك، يعني مناعتك امورها طيبه. الشباب هذول راحوا، ما عندك احد يضبط مناعتك، يشيل السموم بكفاءه. فمن اللي تفوق البكتيريا الضاره. البكتيريا الضاره مو وظيفتها توزع لك وتسوي لك، قاعده كذي بس تحفز لك هرمون الكورتيزول والادرينالين وما تسوي شيء، كله تعيشك بقلق توتر. على فكره الناس اللي عندهم قلق توتر ترى كلها من الامعاء. انزين وبعدها شنو يصير؟ بعدين راح يصير عندك التهاب بالغدد الليمفاويه. ليش؟ لان الجسم كله سموم صار. وين غددنا الليمفاويه؟ عندنا فوق 630 غده ليمفاويه بالخشم وهذا، فتنتفخ الغدد، فلما تنتفخ يصير فيها التهاب، هني يصير فيك الجيوب والمشاكل هذه. انزين لازم نضبطها. فشو اللي عليك تسوي؟ ابيك تدش بالانستغرام في حلقه كاتب مشاكل الجهاز الهضمي وقايل لك بالتفصيل وشنو تاكل وما تاكل وفيتامينات معادن. بس كاختصار يعني لكم اللي ما خلق يدش هناك، شنو نسوي؟ نوخر عن السكريات والكربوهيدرات، خلينا ندش كيتو لمده 15 يوم وناخذ زيت كبد الحوت. ليش؟ لانه فيتامين اي موجود داخل. زين ليش ما ناخذ فيتامين اي؟ الجسم ما راح يمتصه، لازم ناخذه بصيغه الدهون مع فيتامين، مع زيت كبد الحوت الجسم راح يمتصه اسرع. زين شكو فيتامين اي بالموضوع؟ ليش؟ لان فيتامين اي مسؤول عن الغدد المخاطيه. ضبط الوضع؟ ضبط. وعشان ننظف الغدد الليمفاويه ناخذ عشبه اللوبيليا او ناخذ عشبه المولين. اوه 100% ويختفي منك وامورك تصير طيبه.